سعر 26,000 ثلاث عجلات دولت يا جماعه مع المعلم عادل البلاصي سعر 26,000. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ادى الفتحه برضك يا رجاله اهيت، وادى العظم اهوت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بما ان حضرتك فتحت الفيديو، اتمنى من حضرتك انك تصلي على النبي محمد وتكتب في التعليق صلى الله عليه وسلم، عشان انا وانت والكل يستفاد ببركه الصلاه على النبي محمد. مشاهدي ومتابعي قناة الريف حياتي من كل مكان في العالم، أهلا ومرحبا بكم جميعا. بجدد لحضراتكم اللقاء من داخل سوق الحمود التابع لمحافظة كفر الشيخ، وإحنا النهاردة موجودين مع المعلم عادل البلاصي هنتعرف على أسعار الإجلات الجاموس الشعاري. السلام عليكم يا عم عادل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل صحة حضرتك تابع محترم وفاضي أو مشغول، صلى على الرسول. قول لي رقم تليفون حضرتك الجميل في أول عرض. 0100 56 واحد واحد 4-2-2. انا شايف النهارده يا معلم عادل الناس اللي في السوق كلها كشه كده ليه؟ لا في هدنه، في هدنه. اه تمام. يعني الدراسه القمح طبعا موسم القمح لابخ الناس. تمام. ناس ملبوخه في البطاقه يا عم عادل. طيب مع كشه الناس دي في راحه في الرجعه؟ في لا في راحه في السعر. في راحه في السعر؟ اه. تمام. اول عرض يا جماعه اهوت مع المعلم عادل البلاصي. العمر تقريبا قد ايه يا عم عادل؟ خمس شهور فيما تحت. من أربعة لخمس. من أربعة لخمس. اللهم صل على سيدنا النبي. أول حاجة يا رجالة اطمن عليها العيون. العيون سليمة. القرن الصغير. الركب سليمة يا رجالة، مفيش فيها مية ولا فيها حاجة اهيت. طب ما حضراتكم شايفين. اللهم صل على سيدنا النبي. الأربع حلمات يا جماعة أمم. اللهم صل على سيدنا النبي. الفتحة اهيت والعظمة اهوت والأرضية اهيت. النهاردة المعلم عادل البلاصي مش مخلي من الحلاوة حاجة. واللي هيحلي البضاعة أكتر السعر. الاثنين دول ب 27.5. اللهم صل على سيدنا النبي. الاثنين دول سعر 27.5. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال، ويبارك يا رب لصاحب النصيب. اللي محتاج اي حاجه من المال الطيب دوت يتواصل مع المعلم عادل البلاصي، ورقم التليفون موجود في العرض. عنواننا طبعا كفر الشرقي مركز ومدينه الحمول محافظه كفر الشيخ. اللي بعده يا عم عادل 28.5. العمر تقريبا يا عم عادل خمس شهور برضه. 5.18. اه بس انا شايف العظم بتاعها خشن شويه. 28.5. 28.5. 28,000 صلاة على الحبيب ونص مع المعلم عادل البلاصي من أرضية سوق الحمود. 29,000 صلاة على الحبيب. زي ما حضراتكم شايفين يا رجالة الفتحة اهيت والعظمة اهوت. اللهم صل على سيدنا النبي. والأربع حلمات هم يعني المال مال طيب ورزق الله هنا يا رجالة. والأرضية اهيت. المعلم عادل البلاصي النهاردة مش مخلي من الحلاوة حاجة. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال، ويبارك يا رب لصاحب النصيب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. دبابة. اللهم صل على سيدنا النبي. الفتحة اهيت والعظمة اهوت والأرضية اهيت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا النبي. والأربع حلمات يا جماعة أمم. كل حاجة على الطبعة قدام حضراتكم. طبعا المعلم عادل البلاصي فارس بضاعته، بس احنا يجب نفرز برضك كل حاجة قدام حضراتكم على الطبيعة. 29,000 صلاة حبيب مع المعلم عادل البلاصي من أرضية سوق الحمود. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال، ويبارك يا رب لصاحب النصيب. دولت معاك يا حاج عادل. طلع الواد خليل. خليل بتاعك ثلاثة بسعر 32,000. الثلاثة دولت سعر 32,000 صلاة الحبيب. اللهم صل على سيدنا النبي. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال، ويبارك يا رب لصاحب النصيب. القرن الصغير يا رجالة برضه قدام حضراتكم اهوت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. العيون سليمه. النهارده جايب لحضراتكم مال طيب. طبعا يا جماعه العجلات الجاموس تختلف عن البقر. الجاموس المناعه العاليه، تستحمل اعلى درجات الحراره، وتعيش في اي محافظه من محافظات الصعيد. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال، ويبارك يا رب لصاحب النصيب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. العرض دلوقتي يا جماعه الثلاث عجلات دولت سعر 32,000 صلاة الحبيب من أرضية سوق الحمول. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال، ويبارك يا رب لصاحب النصيب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ايوه يا معلم عادي. تبعك دولت برضك؟ اه تمام. ثلاثة سعر 26. الثلاثة دولت سعر 26,000. ثلاثة عجلات دولت يا جماعة مع المعلم عادل البلاصي سعر 26,000. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. أدى الفتحة برضك يا رجالة اهيت. وهذا العظم اهوت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الاربع حلمات هم برضك يا رجاله قدام حضراتكم اهوت. الارضيه اهيت. العيون سالمه برضك. الارض الصغيره اهيت. المعلم عادل بيتكلم.
بسعر 26 ألف صلاة على الحبيب. ربنا يا رب يبارك لكل الناس. بردك يا رجال الفتحة ايه؟ العظمة اهو الأرضية هي قدام حضراتكم ايه؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ادي اختبار الأكل يا بردك اهو. العيون سليمة، الأرض مش صغير. اختبار الأكل يا رجالة اهو. المال مال طيب ومش مخلي من الحلاوة حاجة. والسعر 26 ألف صلاة على الحبيب. 26 برضك يا معلم عادل. فتحة هي العظمة اهو. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الارضيه هي اللهم صل على سيدنا النبي. الاربع حلمات هم برضك. طمن على العيون يا رجاله. العيون سليمه، الركب برضك يا رجاله سليمه. ايه يعني عاوز اقول لحضرتك من اول عينيه لحد حافر رجليه بامر الرحمن 100% ان شاء الله. الثلاثه هم سعر 25. الثلاث عجلات دول 25 سعري 25 المعلم عادل البلاص يا جماعه. بقول الثلاث عجلات دولت سعري 25000 صلاه على الحبيب. برضك يا رجاله ادي الفتحه قدام حضراتكم اهي، وادي العظمتين اهم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وادي الارضيه هي. المال مال طيب ومش مخلي من الحلاوه حاجه. برضك العيون سليم، طمن على العيون اهم حاجه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا حضراتكم شفتوا يا جماعه المال مال طيب اهوت. اللهم صل على سيدنا النبي. سيدنا نورك يا معلم، اتفضل على اذنك. اتفضل يا باشا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. رزق الله هنا يا رجال. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال، ويبارك يا رب لصاحب النصيب. قول لي رقم تليفونك يا معلم عادل في اخر العرض. 0100 56 11 422. عنواننا طبعا الشرقي الحمول، محافظه كفر الشيخ. اللي محتاج اي حاجه يا معلم عادل ان شاء الله هتقدر تحضره بامر الله. موجود اي كميه. تمام تمام. اللي حابب ياسس مزرعته يا جماعه، اللي حابب يستثمر في المضمون، رقم التليفون المعلم عادل البلاص موجود في العرض. وزي ما حضراتكم شايفين يا رجاله اللي اختاره اهوت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا النبي. معلم عادل اللي هياخد هيحصن؟ اه يحصن. ولا العجلات دي بتحصنها؟ احنا محصنين بس بعد خمس شهور كل شهر حصن. يعني برضك اللي من الاطمئنان برضك يحصن. يحصن. تمام. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يا رب يبارك لكل الناس. اي حد يا جماعه حابب يستفسر عن اي حاجه يكتب لي في التعليقات، وانا تحت امر حضراتكم ان شاء الله. شكرا لك يا معلم عادل. اي خدمه حبيبي. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه المال مال طيب اهوت قدام حضراتكم. ربنا يا رب يبارك لكل الناس. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شكرا لكم والى اللقاء في فيديو جديد من يوم جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من تحت الارض.